مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر. ما بقات خواف الدنيا. هاد السيده كانت خدامه في العيون، خدمات في الميناج، كمساعده في البيوت، خدمات في الاعراس، عجنات المسمن، باعت المسمن، يعني كيف كنقولوا جوعات كرشها باش دير قبر الحياه. كل شويه كتصيفط لخوها على اساس ياخذ ليها دويره. بقات كتصيفط كتصيفط كتصيفط، بالفعل خدا دويره. قال لي خذوها بجوج، قلت ليه بسم الله. هي خذوها جوج، داكشي كتب مناصفة. اليوم نكرها في كل شيء، ما خلاهاش تدخل للبراكه اللي خديته. دار ليها الضاله. درتوا ليها الضاله؟ لا، شرينا ليها الضاله. نعم. قال لي انا خوك انا يا عمي. من الاول اختي شدي الميكرو. لا خلاص. قال لي يا خيتي غير عامين واجي. قلت لي بلاتي عاودي لي من الاول، مليت كيفاش فكرتي في الدار. جيت من الاول جبتو الدري الصغير، قال لي تسلفيني باين شرا براكه. قلت له اخويا ما عنديش. اخوك مرتو الزهره وخويا الحجوم. ايه بلا ما نقولوا الاسماء. والله حتى نقولها. لا ممنوع، ماشي عليك انت، راه ممنوع، ما يمكنش لينا نضرب مع الاشخاص. هذا الشيء ما فيه ما يتذكر. قال لي تسلفينا باين شرا براكه. قلت له ودي داك الشيء اللي عندي باين رمي له ماشي بقاي على وليدي. غفلوني، ما نقولك 6 شهور، قلت بشهور. قال لك اجي اجي واحد الدار اختي حدانا راني نشريها انا وياك. قلت لها يا، قال لي قلت لها هادشي فيه المشاكل. قال لي انا اخوك انا، وانا طقت فيه، هو كيصلي في الشامع، عزيز عليا بحاله بحال ولدي. قلت انا مسكين عنده الوليد. ومني قال لي انا اخوك انا اخوك انا اخوك. قلت لها خويا هادشي راه فيه المشاكل راك مشو. قال لي انا اخوك انا عامين واجي. قلت له نعطيك تا 5 سنين. الوقت اللي فاش صيفطت ليه دوك الفلوس كل شويه كتصيفطيني. لا بلولا صيفط 3 مليون ياك. قلت له منين تبغي تكاتب عيط ليا. انا في طنطا جايه في كاميو وقف على 10 الصباح. قال لي راني كتبتها في سميتي. قلت له علاش؟ قال لي كتبتها في سميتي ترى اختي انت ما بيناتناش الحساب وهادي. قلت له الا مت انا. قال لي الا مت قري ولدك نعطي حقه. راه اليوم الدنيا غدا الاخيره. نزلت من الكاميو واخا خلصتو مشيت للوطيل. صرحت رجعت للعيون. قالوا لي الناس ويلي 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 راه ضحك عليك. قلت له كيصلي. قال لي واخا. اليوم غدا ملي شفت الدري العطله وطلعت قال لي يا انا راه ابسيكاتر. قلت له شوف اليوم الدنيا غدا الاخيره. راه تكاتب معايا بقيت عليه بالسياسه. تكاتب معايا ودبر راسك داك الساعه راك خويا الى الابد. كاتب معايا وهذيك الليله قال لي انا راه بسيكاتر نودي ولدك راه طالق الماء. كاتب معاك رجع لك النص ديالك. باش رجع ليا بعشرة حيت ملي مشينا عند الكاتب عمومي قال لي عند هاد الدري ما ندوش ذنوبها يوم القيامه. كتب لختك النص. قال لي راه 30 متر. قال لي الله يجريك نص متر تكتب لي. قالوا لك بيع عشرة ولا شنو داروا؟ باع ليا. ها بيع هذاك الشيء. نعم حيت هو شاري هو الاول باع ليا. من الليله اللي باع ليا دري طالق الماء. قال لي نوضي لولدك راه طالق الماء نوضي تقعدي الله يعاوني يعاونك انا راه بسيكاتر. بقيت نسيس ما بقيت كنمشي نجلس عام ونرجع. قول اخي راني خويتك وراني ما عندي فين نمشي وراني وراني وراني. هو هذاك الصا كان ما عندوش طابه تيجمع الفلوس ما يرضى ليا. اخر انذار المر الاولى جري عليا في رمضان بيقول لمد الله اكبر خرجني. قال لك ولدي قطع الولد الطرون بيا. صافي جري عليك على هذا السبب. خرجني. الثانية جيت عندو قلت ليه شوف انا راني جبت الدري راني عيانة ومريضة. هرس عليا الكيسات والمركة تقول واه راجلي غيمشي للحبس. خوف والجيران عيطوا لي جندارم راجلي غيمشي للحبس. الزهرة هداك الله الزهرة هداك الله راجلي غيمشي للحبس. هو يقصد السموت تعرى عليا ماشي ما يحيد حوايجي. قال لي هالي غنعطيك هذا بلا ما نقولها لي. شد حوايجو ثلاثة المرات وقال لي هالي غنعطيك هذا. وانا مشيت في حالاتي. رجعت في الشبانه درت واحد الحديثه في العيون. طلقت الدار الموالاه قلت ما امي يشوف لي دايره الحديثه راه غادي يدخلني. يحن قلبه. ملي ما عيطش ليا عطوني الناس باش نقطع العيون وجيت ليه. لقيت مخرج الدري غادي به للمدرسه كيقرا في البريبي. شافني وهرب لواحد الزقه وانا نتبعو. قلت لي محشومه خفتي من الله. واليوم الدنيا وغدا الاخيره. وقلت لي راني كندعيك الله في العواشر وفي بعيد وبلا عيد. وغادي ندعيك للواكل. قال لي وتي انا راه هادشي كاع ما خايف منه. انا خايف من الواكل. سيري عند الواكل قوليها لي ما خايفش. شردك انت وولدك. هو دابا ولدي راه عند الناس بلا ما نجبدهم.
لا لا ما كتقوليش اسمع منو. دابا انا صبحت ربانا خلقتانا انا تندور في الزنقه ما عنديش انت كتباتي في الزنقه وليك شايفينو ليك واحد الناس. ايه لا دوك الناس بلا ما نجبد قالوا لي شوفي ما تجبديناش سيري. لا حنا ما بغيناش. ها ولدك تمشي تشوفي اش دير لراسك سيري دختي دبر راسك الله يعاوني عاوني. واخا واحد مشيتي للمقاطعة مشيتي عند رجال السلطة هو كيقول لي باش يخرجوا معاك يدخلوا دراهم. انا ما عرفتش حتى المقاطعة اللي فيها. درتي شكاية عند وكيل مالي؟ ما عرفتش فين نمشي وما عنديش باش نطلعو نهبط. ريال داك البيض دابا درهم ماهي في جيبي. درهم ماهي في جيبي بلا ما نقول لك فيك انا. لحقاش انت مادام عندك النص في هذاك الدار راه ممكن تلتاجئي للسلطة. عبلاتي اختي هما يخرجوا معاك مادام كاين اثبات عندك واحد العقد اللي كيثبت انا راه هما يخرجوا معاك باش تدخلي الدار ديالك. او لا ما نقدرش انا لان ماشي ضليعه بزاف باش غنفهم في القانون باش غنفهم. او لا ديري شكايه عند وكيل مالي. انا كاين الحقوق انا ما عنديش فين نجلس باش ندير شكايه نبقى طلعونا ما عنديش فين. ولكن ضروري هاد الاجراءات خصك ديريهم. ما عنديش انا الضربي دا غاليه جيت داك النهار جمعت شويه عام وانا نجمع فيه جيت كريت 30000 عطيت السمسار 15000 عطيت الموضوع. ملي شفت داكشي بزاف عليا والدري ما دخلوش ليا المدرسه قال لي العام فات توصل ها رجعت العيون. دابا انا مقطع ليا قلبي درهم ديك البيضه ما هي في جيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. درهم ديك البيضه الا قلبتي صاك ولقيتي درهم حكم عليا باش ما بغيت. دابا انا من دابا تتحطي في السته تمشي لهادشي انا نمشي نقلب كتنعسي في الزنقه من نهار السبت فين نمشي انا حوايجي ما بدلتهم. شنو نتكذب عليك حالتي ديال لا حاشا لله حاشا لله. غنمشي انا كنت انا والدري وتيجري عليا كربطو في المحطه انا نقولها لك. مره تمشي للمحطه مره نبط في الجرده مره كنمشي خليتها كينعس وندور بواحد الشجره ونطلع لفوق دوست ساكت على الصباح كنهبط بكري مع السته اللي شوف. هو هما في اين بلاصه شريتو الدار؟ تماريس. في تماريس ودار فيها الضاله وداز الواد الحر وكاين الماء وكاين الضو. دابا ولا يقول لي الري فلوسي كان يقول لي رد عليك ورد ما نعرف اختي. انت ما مشيتيش المحافظه انا حتى العام هادي ما عرفتش شنو كاين كيتبعني بكيسان هو ومرته. مرته راه حتى الشهر ديالي تفتو ليا وضربت الدري وما تليش قديت نمشي شي بلاصه كيقول لي تمشي للجندارمه تمشي للبوليس نعطي عليها الفلوس والدور بيا نحيد العصب ديالي. انا خايفه تا مرا درويشه خايفه على راسي باش غندير شي كاين. انت بغيتي اللي يوقف معاك. انا ما عندي باش ندير شي كاين الواكل ما عندي باش نسكن في الدار بيضاء باش غنكري ونسكن ونطلع ونهبط. واش انا ما عنديش حتى باش نمشي للمحكمه نبدا نقول اش كنتي كتخدمي في العيون؟ دايره كراج ديال المسمن والخرشه. جات كورونا في العيون. اي جات كورونا سدينا جاو لي الناس قال لي تخلصي ولا تطلقي. قلت لي خويا كسالة الدار بلي درت الكسيده طلقتها. جيت زعما قلت انا راه غادي خمس ايام درت الكسيده تضربت للراس هنا ومن خدمه المسمن كنتي تصيفطي لخوك. وعلا انت ما شتيش ملي كتبات في العرس غسلت الماء وتصيفطي ليه؟ وما شتي شي مني كنخرج في يديا وما شتي شي مني كنمشي نخدم في الديور. فاش عطوني 3000 ريال كنت في الدار بيضاء عطوني 3000 عطوني 400 وبات الود بلا ما نجبدو. وهادشي كله يعني تمحنتي باش كتديري بات الود بلا ما نجبدو ما 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 بان ليا فيه والو. مريض ضربوه في ديميزك مرض بالراس وليت تنخاف الدري انا وياه صافي بعدت عليه ما تنقولي لا عطيني لا السيد مريض ضد ضرب في ميزيك صافي. شنو كطالبي اليوم؟ يا ودي انا يعطيني غير فين ندير بونجي انا وولدي. يعطيني فين نعس انا وولدي. داني لواحد البراكه بيقسمها السيد من دارو. بريريكا عليها قزيره والتواليت ما كايناش على جنب الوادي لا جا الواد. يدينا جات الشمس راني طايبه المدرسه فينا هي. قلت له هو دابا فين نقري ولدي في المدرسه؟ قال لي باقي كتقلب على المدرسه. خشي عند شي ميكانيك ولا صيفطي يبيع لي ميكانيك. قلت له ياك ولدك انت يقرا في البريبي وشاد الدار بالضالع وانا ولدي تصيفطي يبيع الميكا ولا يمشي عند الميكانيك. قال لي ما مسؤولش عليه. الرقم مشاهدينا 06 51 44 88 08
06 51 48 88 08. هذا هو رقم ديال السيده. اليوم والعيد هذا السيده كتبات في الزنقه، ولدها غير شدوه ليها شي ناس. اليوم كتناشد المحسنين، كتناشد المسؤولين، كتناشد الحقوقيين يوقفوا معاها. ما عارفاش دابا هي عندها النص ديالها والعقد عندها، كتمشي خوها كيجري عليها، مرات خوها كتجري عليها، كتعيش في الزنقه. لا ما نقول لا 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 واخا واخا خليني مسكينه الله يحسن العوان. هاد السيده كتبات في الزنقه، كتبات في دار محطه حدا الطوموبيلات، خوها ما حلش عليها، ما عارفاش يعني ما مشاتش مثلا المقاطعه اللي تابعه ليها، تلتجا للسلطات، تلتجا باش ربما يشوفوا العقد. انا ما عارفينش شنو الاجراءات شنو هي، يخرجوا معاها باش تدخل دارها. ما دارش شكايه عند وكيل، يعني مجموعه ديال الاجراءات ما قامتش بهم. هاد السيده قالت لك انا ما عنديش فلوس وما عارفاش فين نمشي، ما عارفش نجي. هي ساكنه في العيون، يعني كتجي للدار البيضاء ثلاث ايام او 40 او سيمانه، كتبات في الزنقه ما كتعرفش فين تمشي، كتمشي عند خوها كتضربها، مرات خوها كيجريو عليها. ها هي اليوم تلقات الكره اللي في العيون، جايه عايشه في الزنقه. ها هي الظروف اللي الله يحسن العوان اللي كتعيش. حنا كنتمناو ان هاد السيده الصوت ديالها يوصل للمحسنين، يوقفوا معاها ان شاء الله باش ترجع ليها الدويره ديالها. كاين العقد ان خوها دير ليها بيع ديال النص ديال 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 الدار، عندها العقد. نتمنى ما مشاتش المحافظه تشوف الدار محفظه ما محفظاش باش تدخل سميتها في المحافظه. يعني بزاف ديال الامور هي ما عرفاهمش، ما دارتهمش. اليوم ترجاو ان النداء ديالها يوصل، ونتمنوا يا ربي تلقى اليد اللي تمد ليها وتعاونها ماديا ومعنويا وتوقف معاها ان شاء الله تيرجع ليها حقها. وهذا الاخ كنقولوا ليه الا كان هذا الشيء كنقول بصح، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. راه غير شبري الا خديتي لبنادم، راه غير شويه الا خديتي لبنادم راه غيتبعك عند الله سبحانه وتعالى. وكنقولوا لخاوة حد هاد الدنيا يعطي لختو الناصيب، يخلي ختو حتى هي تعيش في النصيب ديالها ويعيشوا. راه كيف كنقولوا اليوم الدنيا وغدا الاخره. نتمنى يا ربي النداء يوصل، ما بقى لي مشاهده. بغيت عبقو الجا ديالي تخشى فيها انا وولدي. نتمنى كيقول لي ري فلوسي دابا دابا دار لي صف الرويضه، بغيت نقول له يمكن ما عطاتنيش الفلوس. ولا كيقول لي راه ليا فلوسي، كان يقول لي رضي عليا لا رضى عليك. مرته تقول لي دخل هي نخرج انا ندي ولدي ونزيد. لا حول ولا قوة. دخل هي نخرج انا ولدي ونزيد، طفونا المرة الأولى، تكرسوا عليا المرة الثانية، هرسوا علينا الكيسان، ضربوا الدري، خرجونا شحال من مرة تعيط ما بقاش كنمشي عندهم. دابا هو كاين عرس اللي كيضرب الليل، كنخاف انا شي مرة كنطلع ونعرف. ونتمناو الخير ونتمناو النداء ديالك على الله يوصل للمسؤولين دمتم في امان الله الى اللقاء. ها واحد ها هو بحالي لي. وعليكم السلام سيدي. الحمد لله. يا ربي.